تمارين عدد 2 صفحة 172 من كتاب الرياضيات لتلاميذ السنة الثامنة من التعليم الأساسي. ماذا يقول التمارين؟ انقل الرسم التالي على كراسك وأتممه بحيث يكون الشكلين F و F أولي متناظرين بالنسبة إلى النقطة E. الرسم التالي اللي هو عنا الرسم هذا ورسم هذا، نعاود نرسمهم في ورقة شفاف جينا متطابق كما هكا، ونكمل رسم النقاط لكي يكون هذين الشكلين متناظرين باستعمال المسطرة والبركار. نرسم جميع النقاط بالنسبة هذه النقطة E، بالنسبة للنقطة B مناظرتها هي B أول، بالنسبة للنقطة A مناظرتها A أول. مازالت لنا النقطة هذه نرسم مناظرتها، كمل المرة الأولى المثلث هذا، مناظرة النقطة هذه هي C أولي واضحة في الرسم. مازالت لنا مناظرة النقطة هذه والنقطة هذه، خاصة النقطة هذه لنقوم برسم نصف الدائرة، منتصف قطعة مستقيم AB مناظرتها باش تكون منتصف قطعة مستقيم A أول B أول. إذا يا نرسم الطريقة الأولى مناظرة النقطة هذه، يا نرسم منتصف قطعة مستقيم هذه بالطريقة المعتادة بعد أثار البركار باش ما يقلقناش في الرسم. ثم نقوم برسم النقطة منتصف A أولي B أولي، هذه النقطة منتصف A أولي B أولي، وباستعمال البركار نقوم برسم نصف الدائرة. نصف الدائرة باش تكون في الجهة السفلى لأن مناظرة النقطة هذه باش تكون لطرة، مناظرة النقطة هذه نقوم بتوضيحها بعض الشيء. مناظرة النقطة هذه باش تكون لهنا ماهيش باش تكون فوق، اذا نقوم برسم نصف الدائره، هذا نصف الدائره وللتحقق نقوم برسم النقطه هذه، هي النقطه اللي هي مناظرة النقطة هذه بالشكل المقابل، ثم نقوم برسم قطعة المستقيم اللي عندنا في الشكل، هذه قطعة المستقيم. الشكلين الآن هما شكلين متطابقين. السؤال ب، احسب مساحة كل من الشكلين، الشكلين هذو عندهم نفس المساحة كما قرينا في القاعدة السابقة، إذا نحسب مساحة الشكل هذا أو مساحة الشكل هذا نفس الشيء. الشكل هذا هو عبارة على مثلث قائم ونصف دائرة، مثلث قائم ونصف دائرة، إذا مساحة F هي عبارة على مجموع مساحتين، مساحة المثلث A أول B أول C أولي، أو نعود للرسم الأول مساحة مثلث A B C نقوم بتسمية هذه النقطة C، ثم نجمعها مع نصف الدائرة، مساحة نصف الدائرة، مساحة A B C مثلث A B C مع نصف الدائرة اللي هي هذه. إذن مجموع A B في A C مساحة المثلث A B في A C قسم 2، A B في A C قسم 2 مع نصف الدائرة، مساحة الدائرة هي بي في شعاع قوة 2، بي في شعاع قوة 2، الشعاع متاعنا اللي هو هذا اللي هو شطر A B، ونعلم أن الشعاع هو 2 سنتيمتر في 2 قوة 2 على 2 يساوي البعد A B هو 4 يعني مجموع شعاعين 4 في البعد A C، A C هو 1 سنتيمتر على 2 مع بي
في 2 قوة 2 هي 4 حصاتهم قاسم 2 يساوي 4 في 1 هي 4، 4 على 2 هي 2، مع بي في 4 على 2، بي في 4 على 2 يساوي 2، مع بي في 4 على 2 نقوم باختزال 2 فوق بي في 2 يساوي 2 مع 2 بي سنتيمتر هو 2. هذه هي مساحة الشكل الأول والشكل الثاني، عفوا هذه هي مساحة الشكل